عم تقول انك جبت الأسلحة؟ وين المصاري يا مراد؟ وين البير؟ بالأمان. والمصاري كمان بأمان. مين اللي دافشك علي يا مراد؟ أنا اللي بدي أعرف مين مخلي بلوي مثلك بهاي البلد. صدقني رح أعرف. أنا خدمت هذا البلد بكل إخلاص وشرف وأمانة. فيك تقلي ليش تركت هالشرف؟ أنا ما تركته ولا رح أتركه حتى موت. ظافر، رح أعطيك مصاري قد ما بدك. يلي معي مصاري مو أسلحة، مصاري قد ما بدك، بشرط تترك الشباب. انت مانك حاسس بالخطر؟ مشان نتجاوز ونعيش بأمان رح نجند الشباب والأطفال والنساء، كلهم رح يكونوا بخدمة هالبلد. بدل ما نعيش تحت الوصاية، الموت أشرف إلنا بكتير. بهالفلسفة والكلام الفاضي عم تأثر على الناس؟ هاد كذب؟ طبعا كذب. هاي مو أول مرة بيكون للدولة أعداء، ورح يضل في أعداء للأبد. بس أنت وأمثالك ومشان منفعتكم الخاصة بتحاولوا خلق أعداء والحرب معهم داخليا. ليش مين أنت حتى تحكي معي هيك وبهي الطريقة؟ اسمع، أنا ما بشتغل لحساب حدا، وبحياتي ما بعت مبادئ، وما خدعت أي حدا، وما استعملت حدا، ولا عملت أي شيء وندمت عليه بعدين. ما قتلت الناس الأبرياء، وما فرقت بين الناس بأنه واحد غني وواحد فقير. ما خفت من أي حدا، ولأني ما بخاف ما دخلت الخوف بقلوب الناس. وفوق كل هذا ما عملت ولا شيء سيء، لأنه الآخرين ما عطوني حقي. أنا لقيت مكاني بالحياة ورح أبقى فيه للأخير. خدعنا، حركوا.
رح أعمل اللي بدكن إياه مني. اختفي. شو؟ بروح بسرعة. عبد الحي، ما رح أنسى هاللي عملته معي طول حياتي. وين سافر عبد الحي؟ راح معلم. لوين راح عبد الحي؟ ما بعرف معلم. شلون ما بتعرف عبد الحي؟ شو الزلمة ترك سلاحه وهرب؟ الحمد لله على سلامتك البير. شكرا يا معلم، حطيتكم موقف كتير محرج. ولا يهمك معلم. وظافر ظافر هرب، بس اذا بدك انا بعرف وين لاقيه يا معلم مراد. خليلي موضوع ظافر لالي. بتنظفوا المكان منيح وبتقيموا الأسلحة معلم. وهدول رجال لألك البير. كيف حالك مورو؟ بخير بدر بيك، وانت؟ مزعوج منك شوي يا مورو. مراد على مدار عم يضغط علينا كتير. خير؟ أخذوا شاحنتنا وال50 مليون اللي فيها، وأنا ما بتهمني المصاري. اللي مو منيح بالموضوع إنه نطلع بسواد الوش الدام باختيار. مبلغ بيستاهل. لسه ما شفت شي يا مورو، على طول عنا صفقات. ما بيبعتها بختيار بشكل أكتر أمن؟ بختيار بيوصلها للحدود، وأنا مدبر الأمور لإسطنبول. بس المشكلة بعد ما تمرق من كيبزة شو الحل؟ والله يا بدري بيك، نحن رح ندبر الأمر، بس لازم نحصل على إذن من الإدارة العليا. وأنا مشان هيك طلبتك يا مورو. رجع ال50 مليون دولار من مراد وخدها إلك، ومن اليوم رح تصير حصتكن من الصفقات 5%. قليل؟ شلون قليل؟ الرقم كبير. طالما انه مراد على مدار بيعرف، يعني طالع ريحتها، الكل رح يصوب على جميع الشاحنات اللي جاية من اسطنبول. بدي 10% يا بدر بيك. انت خذ اول شيء 50 مليون، ونحن رح نتصرف ونتفق معك، وبوعدك ما رح تكون الا رضيان. عبد الحي اللي انقذني من الموت. أنا قلت لك خلص من البير، وأنت رحت واستعملت مراد على مدار كطعم، وبعد عم تقلي إنه لولا عبد الحي لكنت متت، وهي أنقذنا حياتك مرة تانية. عبد الحي من رجالكم؟ لو إنك ما فضحت كل شيء وما كشفته هو من زلمنا،
وكيف رح تدبره لألبير؟ رح أقول إنه اشتباك مع متمردين وإلزقه فيك. إلزقه؟ ما بيأثر علي، أنا أصلاً ما بترك عمل بنصه. ظافر، بعد لك شوي عن مراد، أنا زارع زلمة بيناتهم. عندك رجال بيناتهم؟ مراد لساته عايش؟ ظافر، مو كل شي لازم يصير مثل ما بدك، أنت عم تغير كل الأمور. أنا ما بعترف لا بالوظائف ولا بالخطط، ماني موظف عند الدولة، أنا بشتغل على كيفي، بقتل اللي بدي إياه وبترك اللي بدي إياه. بدك تدفع الثمن غالي. بيقولوا البيت اللي ما بيدخله شمس ما بيفوته دكتور، هذا حقكم يا أخي. تعبت كتير جوا بالسجن يا دكتور، لا تقلي انت التاني ما عندك أوامر. قلبي خد نفس زفير، كمان نفس زفير، منيح. شفت كيف النفس طلع طلع طلع؟ شايف كيف عم بيصفر كبدي قلبي؟ سعود لشوف. انت بتدخن شي؟ زماني دخنت. هلأ عم تتعاقب على اللي كنت تعمله، ما عندك مشاكل؟ ولك الله يلعن اللي عطاك شهادة. مراد حبيبي مراد، دخيل روحك انت. ما عاد فيني شي هلأ، طبت. مشان تصدق مشكلتك نفسية، مشان الله لا تعاملني مثلي مثل المجانين. استغفر الله يا خال، إذا بقلك هلأ بدنا نطلع بتصير بتركض مثل الغزال، رح تركض من هون للمطار. إذا ما كانت المشكلة نفسية شو بدها تكون؟ لا انتو مو مصدقين، بس ما عاد لي طعمي مثل أول. الله الله، ليش؟ والله بعد هالعمر مليت من الحياة كلها حبيبي مراد. السجون ما عادت مثل أول، انت لحالك، لا صديق ولا قريب. والله اللي دقته بالسجن هاي الفترة عن مرارة 40 سنة دقتها. بس تعالوا قلن للدكاترة هالحكي. خالي، في طريقة واحدة لتخلص من هالمكان، انه نطلع مع بعض بس لبرات البلد، وهنيك منعرضك على الدكتور اللي بدك ياه. وشو رح يفرق هنيك يا عزيزي مراد؟ صحيح هون سجن مسكر، بس هنيك سجن مفتوح. على قليلة بشوفك هون، هنيك مين بيعرف كيف رح تمرق الأيام؟ والله أنا زعلان عليك يا خال. ما في داعي للحزن أبدا، أنت عليك بس تزبط لي أمر نقلي للمشفى ويهتموا فيي وبيكفي. لا لا خال، أكيد مالي من شي تاني. الحقيقة هاي الحالة النفسية اللي عم تحكي عنها مو فايتة براسي بنوب. حبيبي مراد، أنا تقاعدت من هديك الأمور اللي بتعرفها، معقولة تكون هي السبب؟ شو رأيك؟ احكي هيك من الأول، مشان هيك أول ما تسعول ببلشوا بيعينوك. لا يا ابن أختي، هيك رح تزعلني منك. ها لا تقول هيك خال، هلأ لو كان في وحدة حلوة قاعدة معك هون ما كنت نطيت مثل الأحصان؟ وعم بتقول إنه هذا المشفى رح يكون منيح لإلي؟ وضعك النفسي شو رأيه بالموضوع؟ رجاءً يا مراد لا تخليني مع المجانين هون، اعمل اللي بدك إياه، أنا تابع لإلك. طالما قلت أمر نفسي يعني أمر نفسي. لك بسرعة شو بدي قبل ما تسكر السماعة بوشي. ليش أنا أنت سكرت التليفون بوشيك؟ أنا ما بعمل هيك شغلات وخا، غلطت معك بشي؟ مراد بترجاك لا تبلش مرة ثانية. بشو؟ اسمع شو بدي. بقدر شوفك؟
بعرف انك كتير مشغول ومعجوب وما عندك وقت لحتى تشوفني، بس ايمتى ما بدك انا جاهز ناطرك. عم تحكي جد؟ ماشي رح اجي. معقول انه تصير هالمرة؟ بتعرف وين الرئيس هلا؟ بأنقرة. يعني ساويتونا طعم وحطيتونا بالسجن، وجوات السجن تركتونا من دون حماية. حسين، انت ما عم تحكي باسم الارهاب، انت هلأ حر. انت اللي طلعتنا؟ بسلامة ظافر، مين بيطلع مين؟ عقال. معناتها هالمرة فتحتوا له الطريق لهالوقت. الدولة ما بتعطي الطريق، بتفضي الطريق، والطريق فاضي، والمؤكد انه ظافر طريقه مستقيم. بدو يانا ننضم له؟ وشو رأيكم فيه؟ حقاني برتاح له كتير. وانت؟ أنا جيت لحتى أسأل الرئيس، بس حضرته مو هون. ظافر شخص قادر على التخطيط، وفي فائدة من وجودكم جنبه. هذا أمر ولا نصيحة؟ هاي نصيحة الرئيس، ما في أمر بنوب. فهمت يا حسين؟ هاد واجبك، لا في تقاعد ولا في استقالة. امتى رح يجي المازوت شريك؟ بالطريق مماتي بيك. معلم بدك يعني شوف الطريق؟ من امتى تعلمت السباحة عزات؟ انا سباح من زمان معلم، طالما ماني واقف فما في مشاكل، بسبح لاسطنبول بنفس واحد، بس اذا وقفت اكيد بغرق معلم. اغرق وين ما بدك، بس ما تغرق قدامي. ماشي فهمت، حاملة جاية معلم. انجي انت بخير؟ انجي 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 استفرغتي؟ انت تعبانه شي؟ لا ماني تعبانه. انت عم تسالي من فتره شو رايك تروحي على الدكتور؟ ماني مريضه كمال. الحق اللي عم يسألك. أنا حامل. أيدي؟ عم قول إنه أنا حامل بس قررت سقط. بلا مزح إنجي، أنت اللي بلشت بالمزح. أنا ما بدي أجيب ابنك. أيوة قلتيها بلسانك، هذا ابني مو حقك تسقطيه.
ومفكرني رح اسألك؟ احكي معي منيح لو سمحتي. وشو رح تساوي يعني؟ انت شو فكرة حالك؟ ما بيصير تديري ظهرك لما بتحكي معي. انجي اسمعيني، عم بتقولي انك حامل، وانت بتعرفي من امتى نحن عم ننتظر هالشي. ما بيصير هلا تروحي من بين ايدينا مشان عنادك. ما في شي اسمه نحن كمال، انا بس عم بستنى يتسكر ملف القضية حتى نطلق. ما في نحن ولا طفل. هالقصة ما رح تتسكر. شو يعني ما رح تتسكر؟ اذا بتقتليلي ابني رح اقتلك، ورح خبر المدعي العام بكل شي. هيك لكن يا واطي. زوقي بقى زوقي حيوان. انت مين فكر حالك؟ مين؟ زوقي بكفي، خلصنا بكفي. والله اجيت مشانك لهون يا بولوت، وما رح اجي مرة تانية. وليش يا فؤاد بيك؟ بعرفك بتحب البحر. بولوت، وكأنه هو حلو معاجبني. المينا والعمال والحاويات والبواخر، وفوق كل هذا ريحة هالمكان المقرف. شو بدنا نساوي؟ الأماكن النظيفة ما بتجيب مصاري. حبيبي، قصة كسب المصاري بتقرف حياتي. عنا أموال بتكفينا لأجيال، لا أنا ولا إنجي في عنا أولاد. معقول حدا غيرنا ياخد أموالنا بعد ما نموت؟ احكي مع أبوك هذا الحكي. كأنه بينحكى مع أبي. والله أنا كتير زعلان على هالبنت. يا زلمة قلت لها ألف مرة ما تتزوج من هذا الحقير. ايه انجي، ما تبكي. شو؟ ماشي طيب، أنا جاي هلأ فورا. يلا مع السلامة. فؤاد بيك شو صار؟ هالحقير ضرب أختي إنجي. خبر أبوك فورا. شريك، نحن عم نهرب بعز النهار، شو لو سمع أو شاف أو خبر عنا حدا؟ من زمان الخوة كنا ناخدها بالسر. هلأ ما في فرق بين الليل والنهار، طمن أنا مرتب كل شيء. إذا ما مسكت المصاري بإيدي ما رح صدقك يا شريك. ما في ثقة بالناس يلي بيشتغلوا بهيك شغلة. جيب تحي. إذا بتطاولي مرة تانية رح أقتلك. عم تسمعيني منيح؟ رح أقتلك. دعي لربك إنه ما يصير شيء للولد. افتحي الباب. إنجي افتحي الباب. إنجي عم قلك افتحي. Thank you.
عم تضرب مين ولك؟ ها؟ ضرب رد ضرب ضرب عم تتاوى عن نسوان يا نص سلامي ما هيك؟ عم تتاوى عن نسوان؟ ها؟ يا حريمة ضع فرجيني حالك إذا كنت زلمة لا تخبى مثل الحريمات اسحب رجليك لك مشي الحال هلأ خلص حبيبي خلص 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 يا بيك انت ملاحظ حضرتك رفعت ايدك على بنت مين بشو هددت بنتي هددني انا لشوف انا ما هددتها يا بيك انا بس حبيت ما تروح الولد ونبدأ حياتنا من جديد اللي لشوف بشو هددت بنتي بس قلت لها إذا بتروح الولد رح خبر عنا قلت بلكي تتراجع بالرغم من تهديدك هاد بتعرف ليش ما قتلتك لا والله يا بيك لأنه أنت أبو حفيدي بابا إنجي الولد رح يبقى صدقني إذا أخوك بيغلط مرة تانية رح يكون حفيدي بلا أب ما رح يعيدها لا تزعلي حبيبتي لا تزعلي أبدا أنا خالي الولد وعمه يلدز فما أنا محتاج لأبوه بكل الأحوال ما رح يصير شيلوه على المشفى بعدين بعدين رح نوزعها على المحطات تفضل لا يا شريك شفت اللي بدي اياه رح شوف شو رح يصير بالمكتب حاضر ميماتي بيك عزت جيب المصاري من المحطات وتعال حاضر معلم
وصلوا كمال بيك على السيارة. سمعت شو عم يحكوا جوا؟ هي آخر خطأ له. كون أخ لأخوك. إذا غلط مرة تانية عنده أخ رح يساوي اللازم، بس إذا لمست أخي مرة تانية رح أدفنك بتيابك الوسخة يا بولوت. سمعنا من هالحكي كتير وتعودنا. انتبه على دنبك يا زميل. بدك احكي ولا بتحكي انت؟ ما بعرف. معناتها خليني انا احكي. عم بسمعك. انت بنت حلوه يا هدى، حلوه لدرجه انه ما فيني اتركك وامشي، وانسانه طيبه، بس في حدا تاني بقلبي. يلي كنت حبها وراح ضل حبها، ويلي ما راح خونها بحياتي، يلي كنت مقرر ما خونها وراح عايش كل حياتي بدون ما خونها. رهف؟ اي رهف. رهف حبيبتي، عمري، الجرح يلي ما عرضته على اي طبيب. رهف، ما بقدر احط مكانها حدا بنوب. بس رهف ما لها موجوده. رهف دائما موجوده. نحن ما بنحب الاحياء وبس، بنحب الاجداد، الماضي، الأوائل والأواخر، منحبهم حتى لو ما كانوا معنا. منضل منحبهم يا هدى حتى لو ما كانوا موجودين. قضيت مع رهف سنين طويلة، حبتني كتير، وهلأ هي مالا معي. شو اللي تغير حتى بطل حبها؟ ولهلأ ما تغير شي؟ لا، بس هي ما عاد ترجع مرة تانية. بس هذا مو معناته انه ما عاد نلتقي. اذا كانت هي ما رح تقدر تجي، انا رح روح. انا انسانة كتير عنيدة وبحب اني استنى، بس انا بحياتي ما استنيت شي على الفاضي. ما بقدر اني حارب خيال. رهف مو خيالي. انا ما قلت هيك لاجرحك. تعتقد انك اذا حبيت شخص لهالدرجة غلط انك تفكر تحب مرة تانية؟ لا مو غلط، بس صعب. ما بدي اياكي تحزني. وقت تركت رهف ورحت كنت بدك اياها تحزن؟ ارجوك لا تجرحيني. اسمع، احيانا الشخص بيجرح من دون ما يقصد. اسمعيني، ما رح تكبر هاي الوردة على ترابك، وعلى ترابي انا انت رح تنبلي. وكيف بتعرف؟ أنت بتعرف كل شيء؟
بتقدر تعرف كل شيء بده يصير بعدين؟ طبعا لا. مراد، انسى انه الوردة رح تدبل بالتراب. صاروا عم يزرعوا الغابات بالصحراء. هذا منيح، بس انا ما بدي اللي بيعملوه البشر، بدي اللي الله بيعطيه. الله اللي وهبك هذا الحب، ما بيجوز انه كمان وهبني اياه؟ بيصير يكون في حبيبين بقلب واحد؟ لا ما بيصير. ليش عم تضحك؟ تذكرت شغله مشان هيك مضحكت. تذكرت نكته مره حكولي اياها عن مشفى المجانين. قال كان في واحد عم بيغني، ولما وصل للمقطع يلي بيقول بالغنية ما بيجوز حبين بقلب واحد، ردوا عليه كل المجانين مع بعضهم بيجوز. شفت قديش حلوة وانت عم تقولها؟ أنا مجنون. هاي مليون دولار. الله يزيد ويبارك. حبيت هالشغلة. وأنا حبيتها معلم. شغلة من الدرجة الأولى. شو رح نساوي بالمصاري؟ رح ناكل ونشرب فيهم. إيه معلم. شو جنيت عزات؟ شو رح نساوي فيهم؟ منحطهم بالبنك. كل ما كبر المبلغ رح يكبر الربح. لكان يا شريك، أنا رح حط 51% وأنت 49%. في شي مشكلة؟ لا لا. مثل ما قال عزت، انت شريك من الدرجة الأولى. تمام. هدول قوائم بأسماء الجمعيات الخيرية، 40 جمعية. كل جمعية من هدول بدي حول لها مليون دولار. أكيد حضرتك عم تمزح. لا أنا ما عم بمزح أبدا، وأنا ما بتراجع بكلامي أبدا يا آنسة. بس هذا رقم كتير كبير. كبير بالنسبة لكم، بس هي خطوة صغيرة للإنسانية. وهلأ أكيد في 50 مليون تاني رح تكون على الطريق. بس كنتوا على الأقل خليتوهم بالبنك شهر ولا شهرين مشان تزيد قيمة الفوائد والتبرعات. فكرة منيحة، بس والله بيذبحني المعلم. ما فهمت. عم قول إنه الرجال بيحكي كلمة واحدة بس، وشي تاني أنا بعوض الملايين بسرعة. خلص عراحتك. رمضان خلص، إمتى فينا نحتفل؟ روح قولوا لهذا مراد على مدار مورو بيسلم عليك كتير وبيقول لك بده منك مليون دولار. يا المصاري يا روحكم. معلم هلأ مراد على مدار بيفهم من الكلمة والتهديد؟ أنت وصل له رسالتي، كيف ما بيفهموا لك؟ وإذا ما فهم وقت منقتله بيفهم. يلا أنا بتشكر متابعتك لخروجنا من السجن. ما في داعي للشكر يا صديقي، لازم اللي كانوا سبب حطكم بالسجن هن اللي يستحوا من نفسهم ويخجلوا. مين هدول الشباب؟ أبناء الوطن، كلهم لأجل هالوطن وحاطين حياتهم فداء لهالوطن. ظافر، كأنك رجعت لعادتك القديمة وشكل جماعتك من جديد. اسمع يا صديقي، لو تركت هدول الشباب هن ما رح يتركوني، وكيف لا يتركوني؟ ما رح يلاقوا حدا يدلهم على الطريق الصحيح، وما في حدا رح يخبرهم بالحقيقة. بس بحكم انه هذا معسكر للطلاب، فاللي بده يطلع من هون رح يخبر. من مين اخذت الاذن لحتى تدرب الشباب بالمعسكر التعليمي؟ بعد ما اخترنا هذا الطريق ما رح نسمح لأي انسان يوقف وشنا. مكاننا واضح، اللي قادر يطلعنا من هون يجي يجرب.
نحن عم نخدم من زمان، واللي خدمناهن عم يقدرونا على كل شيء. شو بدك مني بالضبط؟ هدول الشباب لساتهم أغرار، لساتهم صغار. هدول الشباب أبضايات، لازم يتدربوا ويتربوا على إيد شريفة. برأيي هنن بحاجة إلى قائد مثلك. شوف صديقي ظافر، أنا دربت عالم كتير، بهالطريقة هاي ما بيزبط حكيك. ماشي، تعال ورجينا شو عنده. بالتعليم والتكتيك ووضع الخطط وحسابات ومحسابات ما بتمشي هالأمور معنا هون. لمعلوماتك أنا كنت موظف عند مراد عالمدار وما قبلت حدا لهلا، بس اجيت مشان أشكرك. وهلا لو سمحت لي في حدا لازم أحكي معه. نحن حبينا نشوف مراد عالمدار بيناتنا، بس للأسف بدل ما يكون معنا صار يوقف بوشنا. مصاري نزعته كتير. إذا بيناتكم مشاكل بقدر حلها. المشكلة اللي بيناتنا ما بيحلها إلا الموت. مراد عالمدار جاوز وتخطى كل حدود، عم يشتغل لحاله. بس تشتغل معه رح تعرفه. شو في عبد الحي؟ حسين إجا. ليش طلعوا؟ ايه معلم، وبده يقابلك. خلي يجي. معلم ليش عم تفوت هالاستخباراتيين بيناتنا؟ معك حق يا عبد الحي، معك حق، فوتوا. الحمد لله على السلامة يا حسين. شكرا. وين حقان؟ ما حكينا مع بعض، كان بده يجي اليوم لعندك. طيب شو رح يقولوا المسؤولين بالمركز؟ ما كان الرئيس هنيك، شفت أصدقائي بس. لما كنا نحن جوا صار شي مشاكل بيناتكم؟ ما صار مشاكل، بس خانونا بنفس الطريقة اللي خانوكم فيها. سمعت بظافر من قبل؟ منلتقي كتير. شو الحل؟ مثل ما فهمت الشباب خبروني انه عم يتحرك شوي، وقالوا لي روح لعنده وحطه تحت امري. وشلون رح تحطه تحت أمرك؟ بإني ضلني جنبه. شو بدنا نعمل معلم؟ وإنت شو رأيك؟ حسين، عمالي اللي بدك إياه، بس لا تخلي حدا يستخدمك. معلم، أنا بعرف من زمان إنه ظافر أزعر، واختاروا لي إياه بشكل خاص. يا أما بروح لعنده وبوقف جنبه، وإذا لعب بديله بقتله بخلص منه، يا أما بضل جنبه وأنا كمان بمشي على طريقه. ما بينقال عن خطط الآخرين قتل، بينقال حرام، حرام، حرام لهالدولة يا حسين، حرام لهالشعب، حرام للأطفال يلي عم ينخدعوا، حرام للدموع يلي عم تنسكب. حسين، اوعك تعمل حرام، واوعك تخلي حدا يساوي فيك هيك. على السلامة يا البير. أي سلامة هاي؟ ظافر زلمتك يا مورال؟ ما في زلمتي وزلمتك. سألتك هو زلمتك يا مورال؟ إلي ومو إلي كمان. لكن فيك تقلي شو كان عم بيساوي بالعنوان اللي بعتتني عليه؟
صدقني ما بعرف شو كان عم يساوي. أنا معك، شو كان بده مني؟ وليش كان بده يقتلني؟ لأنه باعوه. ولمين؟ قلي البير، على شو عم تلمح؟ أنتو خنتوني البير. أنت رحت على شغلك، لا في خيانة ولا شي. بعد 15 سنة من خدمتك في داعي أقلك أنه ممكن تنقتل بمهمتك؟ لا، بوعدك أني رح أمسكه لظافر ورح أعرف لمين انباع وقديش كان سعره لما انباع. مورال، ادعي لربك انه ما تنجاب سيرتك بنوب. نحن عم ندفع شهداء كل يوم يا شباب، ولأيمت رح نضل ندفع شهداء والدور بعده علينا. يعطيك العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخي، عصبت هداك اليوم لأني متضايق. أنا بعتذر منك. ولا يهمك. أنا إياد. جورهان. أخي جورهان، مثل ما فهمت أنت حساس لأمور الدولة. مثل مو لازم كل شخص يعيش بهذا البلد يا صديقي. كنت قاسي بس مو لأنه الأمر ما عجبني، بس بعتقد أنه حديثك قدام العالم هيك غلط، لأنه في أعداء وأصدقاء. أنت معك حق، وأنا كمان خدمت هاي الأفكار بس ما وصلنا لأي شيء. ما في عدو بيحتل دولة بيوم واحد، والاستقلال كمان ما بيصير بيوم واحد، والقبضاي اللي بيصبر. هاي المرة معك حق، بس هاي القضية بدون صاحب، لأنه ما في حدا يتابع. ما في قضية مقدسة من دون ما يكون إلى صاحب. طالما عجبتك هاي الأمور فيك تكون معنا. شكراً لك، أنا موافق. تفضلي يا أنسي، بدك شي تاني؟ لا شكراً. جميل. نعم أخ حكمت. مين هي البنت اللي قاعدة هنيك؟ زبوني يا أخي. لا تتمسخر. مع مين ولمين؟ إجت شي مرتين أو ثلاثة، واحدة محترمة ومهذبة، كأنها مو لابسة خواتي. ليش يا أخي؟ عجبتني، بدي احكي معها. اخ حكمت بترجاك ما تسوي هيك. ليش بقى؟ قلت بدي احكي معها، شو هالقصة يعني؟ اخي بخاف تتبهدل. مين بده يبهدلني ولك؟ يعني العفو منك، بس اطلع على البنت واطلع على حالك. اخرأس ولا وشوفي بشكلي. هي مواطنة تركية وانا تركي. اخ حكمت والله هلا بتضربك. يا اخي ما بيجوز تقتحم حرية حدا هيك. خلص اهدى، ما صار شيء. اهدى خلص. مرحبا. مرحبا. فيني اقعد؟ ليش بتعرفني؟ ممكن نتعرف؟ طيب ليش؟ ليش؟ انا شخص بحب يحكي بصراحة. عجبتيني، حبيت اجي احكي معك. وشو شفت بثانيتين حتى اعجبك؟ احكي انا واقف ولا اقعد؟
تفضل اقعد. انا اسمي حكمت. تفضل سيد حكمت، عم بسمعك. ما بدك تقلي لي اسمك؟ بعد ما اعرف شو شفت فيني وشو الكلام اللي حابب تقليه. كنت عم بستنى تضربيني كف، بس هذا اللي قلتيه اصعب من الكف. قول. بحياتي ما في بنت لفتت نظري مثلك، ما فتحت هيك حديث من قبل، قصدي يعني ما قعدت هيك مع حدا وحكيت. بس مبين انك مرتاح. والله كنت مرتاح، بس هداك الجرسون جميل وترني، قال لي لا تحكي مع عيب رح تفهمك بشكل تاني. وين الغلط إذا الواحد اتعرف على حدا؟ البني آدم بيسمع وبيشوف وممكن يتعرف على حدا، أول شي بيصيروا أصدقاء، إذا لقوا حالهم متفاهمين بيصيروا أصحاب، وبعدها. لحظة، ليش كتير مستعجل؟ كتير. أنا صار لازم روح. كيف فيني شوفك؟ حبيت هالمحل، بس اجي لهون بتشوفني. حاضر، يلا خلينا نروح. طيب ما بدك تقلي لي اسمك؟ كونول. تشرفت. مظافر اجى الشاب، خليه يجي. تفضل. تعال يا ابني، تعال. قديش عمرك؟ تفضل اقعد. ارتاح يا ابني. انت شو اسمك؟ رشيد. رشيد، رفقاتك بالحارة بينادوك رشيد وما بيقولوا شي تاني؟ شب شهم بطل أبضاي وما بيتراجع عن كلمته. شكرا يا معلم، وقالوا لي عنك كمان. وشو قالوا؟ كتير بيحبوك وبيحترموك، وقالوا لي انه لو بتقلهم موتوا بيموتوا مشانك. وليش حتى تموتوا؟ من هلأ ورايح اللي بيحب وطنه رح يعيش، والخواني رح يموتوا. حقا الوضع هون مكركب، ما في يوم إلا وبتنفجر فيه قنبلة. رح كون مبسوط إذا بتوقفوا جنبي، بس بعد ما توقفوا جنبي لازم نتفق على شيء. كل شيء بيوقف قدامك، إن كان أبوك، إن كان عمك، أو حتى رفيقك ما رح أتعرف عليه. عم تفهم علي؟ مثل ما قلت لك يا معلم، أنا ما قابلت حدا هونيك. برأيي خلينا نرتاح لكم يوم والباقي رح يكون سهل. في شي مشاكل بينك وبين حسين؟ اطمن معلم، ما في مشاكل بيناتنا. حسين مثل عادته نظامي ودقيق كتير. معلم بيعتذر. تعال محمود. معلم في شخصين برا وعم يحكوا بشكل غريب، شو لقتلون؟ محمود فيني اسألك قبل ما تقتلون، مين هدول الناس؟ عم يحكوا عن شخص اسمه مورو، وعم يقولوا انه نحن مختلسين منهم 50 مليون. لا بعرفهم ولا شفتهم، اعطيهم 50 مليون وصرفهم. مو بالليرة معلم، بالدولار. 50 مليون دولار؟ معناتها جايين من بعيد، من الصحاري والبراري يا محمود. خليهم يفوتوا. حاضر معلم. هي مصاري المنظمة شي؟ مصاري المنظمة. فوتوا.
تفضلوا ارتاحوا. عم بسمعكم. المعلم مورو بيسلم عليك. عم يقول مورو انك اخطأت يا مراد علمدار، هاجمت شاحنتنا واخذت اموالنا نصب. يا اما بترجع لنا $50 مليون يا اما شو؟ يا اما رح نقتلك. بس تصرفنا بالمصاري. وين؟ بالجمعيات الخيرية. ما بيهمنا هذا الحكي. وانا كمان ما بيهمني. مبين انك لسه ما بتعرفنا. نحن منقتل 50,000 شخص مشان هدول المصاري. انا ما بعرفكم ولا بعرف الشخص اللي بعتكم لهون، وخاصة انكم كلاب وتافهين وعم تهددوني بقتل 50,000 شخص. اسمع يا اخ، لازم تعرف انه نحن مو 3-4 زعران متجمعين حوالين بعض مثلكم. ولك انتم مفكرين انه هيدي كانت تدخلوا على راحتكم؟ ما في حدا بيقدر يقتل حدا مشان هالمصاري، واللي بيهددني لسه ما خلق. عم تفهموا؟ لا بتخبر معلمك انه اذا كان في له شيء عندي يجي ويطلبه بنفسه، واذا كان له عندي مصاري بياخذهم. تنقلع وبتقله، وبتقله كمان مراد علمدار ما راح يمدلك ايده ويستقبلك، راح يقتلك. عندي أي ارتباطات مع فوق يا حقان. بعدين ما في داعي لنرجع لفوق. الرجل عم يشتغل باسم المنظمة وعم يلعب بالكلام كأنه على حصان. خلينا نروح ونشوف مين هدول الأحصنة. عم قلك $1,000,000 بيوم واحد. عزات، أنا ما رح ضل بهذا الشغل على طول، وما بدي هالمصاري الوسخة. ليش مصارينا وسخة لك عمران؟ نضيفة كتير الله يبارك فيهم. أنا سمعت أنه عم ياخدوهن من ورا المازوت. عزات، هلأ ما عاد في تعب لتجيب مصاري. كبسة زر بيصيروا المصاري تحت إيدك دغري.
وبتصير مليونير. من وين بصير؟ من أرباح البورصة. شو مو سمعان بالبورصة؟ إندكس بورصة منيحة كتير، أعمال البورصة أكبر من حجمك. بعدين لو تشوف بنات البورصة بيجننوا. إيه ما في بنات بشغل المازوت، عن جد معك حق. لا تجيب سيرة الموضوع. شو عم تساوي هون عزات؟ جيت لحتى ارتاح معلم. شو سويتوا بالاسلحة؟ اخذناهم على المخزن معلم. اللي بسماندرا؟ ايه معلم. الحراس اللي هنيك موثوقين؟ كلهم من معارفنا معلم، شباب زقرتاوية. منيح. انا رايح على المكتب، اذا صار شي خبروني. ماشي معلم. هذا هو المكان أنسي أوسو؟ ايه هذا هو العنوان سيد تركي. هلا هون في كمان أجهزة طبية أوسو خانم؟ لا حسني، لازم يكون هون مطبعة سرية بيطبعوا فيها تقارير طبية مزيفة، وبهي التقارير الطبية بيغشوا فيها وزارة الصحة وبيسرقوا حق الأدوية الموجودة بهالتقارير. تسمح لي انزل شوف تركي بيك؟ يعني مشان نتأكد إذا نحن بالمكان الصحيح ولا لا؟ لا حسني الله يخليك، ما في داعي، نحن نتصرف. طيب مثل ما بدكن يا تركي بيك. أنا هلأ راح انزل شوف المكان بنفسي، ما في داعي نحرق أي محل تاني. ممكن يكون في حدا بالبيت؟ ما لازم يكون في حدا هلأ. الباب. شكرا كتير لأنه خليتوني نفذ هاي المهمة يا تركي بيك. إن شاء الله بيضنا وشكون. تفضلوا. تفضل استنانا بالسيارة. أدوية السرطان كتير غالية. حرام والله حرام، في ناس عم تموت وما تلاقي هيك أدوية. هدول المجرمين لازم يموتوا. للأسف حتى لو ماتوا رح يجي حدا تاني ياخد محلهم. معك حق بهالشي. شو هاي برأيك؟ الله، شو عم يساوي الإنجيل هون؟ هدول عديمين الشرف عم يطبعوا الكتاب المقدس بالمطبعة هون ويطبعوا التقارير المزورة. عمي عمر فاضي شي؟ خير يا ابني حكمت. خير عمي عمر خير. وهالمرة القنبلة وين انفجرت؟ شو صار؟ شو اللي اكتشفته بالدولة العميقة والدولة العادية؟ هالمرة عميقة أكتر يا عمي. يا لطيف. عمي عمر شفت بنت. وهالبنت شافيتك يا ابني؟ رحت لعندها وتعرفت عليها، يمكن لقيت اللي بدي اياه. وعن شو كنت عم تدور؟ وما عنا علم بهالشي؟
البراءة، كأني ما شفت ولا ذنب بعيونها، كأنه المكان اللي بتطلع عليه كله خير. ومين هي؟ ومن وين يا ابني؟ ما وصلنا لهالنقطة يا عمي، بس أنا ما حسيت هيك من قبل. شو قصدك؟ يعني بقول بدي شوفها مرتين وثلاثة، بعدين الخالة نازك، وبعدين أنت. وإذا مراد إجا ما في مشكلة، منروح منطلبها على سنة الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هالبنت كمان تشوف فيك اللي شايفه فيها يا ابني. على خير. عشان ما يهرب الزلمة خلينا نشوف شو حيساوي. مات هو؟ ليش ما متت انت ولا؟ معلم شو بدي ساوي؟ شو يعني شو بدك تساوي؟ للرجال التاني وانتو عندكم اربعة. ولك طالما ما فيكن تعملوا هالشي، هلا شو بساوي فيكن؟ شيلوا هالواطي وزتوه بشي محل وخبروا عيلته انه الشرطة عملت فيها شي. هلا محمود. اشتغلت خطأ يا عبد الحي. ليش؟ مراد على مدار لو شاف انك ساعات ظافر كنت عرفت ليش. ما بيهمني، أنا بعرف شو عم ساوي. عبد الحي لازم تهدي شوي، عم تعترضه كتير، هو بيراقب. بيراقب مين؟ بيراقب الكل. وقديش بدي استنى لسه؟ بدك تستنى ليجي وقته. خبر الرئيس، مليت من الميلان باتجاه كل الهواء، ويصير اللي بده يصير. الو يا معلم. انت وينك عبد الحي؟ انا بالمحطة مع بي بنزين.
ومين هالرسالة؟ لرفيق إلي. خلاص هناك. شوف شو معنات الخيانة. معلم، لوين ممكن يروح هذا الرجال؟ ما بعرف، بس خلونا منتبهين ومنراقب منيح، وإن شاء الله يروحوا على جهنم. أنت اللي قتلت أمين المكتبة؟ إيه أنا قتلته. وليش لحتى تقتله؟ مراد علمدار أمرني بهالشي. شو مفكر إنك اشتغلت؟ أنا ما عم ساوي شي. كيف بتخلي طفل عمره 15 سنة يرتكب جريمة ظافر؟ لما حطوا المسدس بإيدي ما كان عمري 14 سنة. حدا عطاك إذن إنك تروح وتقتل شخص؟ مين أنت حتى تحط من اعتبارات هاي البلد؟ أنا الوحيد اللي عم بنقذ شرف هالبلد. ومين كلفك بهالشغل؟ لأي دولة عم تشتغل؟ اسمع، لو حدا غيرك قال هالشي كنت قتلته. لا تخليني اشوفك مرة تانية. يا الجنبك، الطفل عمره 15 سنة، ليش قتله؟ نحن حسب ما سمعنا خبرهم بإفادته أن مراد علمدار هو اللي بعته. هذا الخبر رائع، ركزوا لي عليه. لقوا له صورة معصورة لمراد وبإيده مسدس، وإذا ما لقيتوها عملوا له مونتاج. العنوان واضح، أمثل مراد علمدار لذلك قتلته. بس يا سيدي، مو هي الحقيقة. هي مو حقيقة يا حضرة المدير، هي معرفة، والمعرفة طول عمرها مقنعة أكثر من الحقيقة. يلا معلم، وصلت دقيقتين بس. ماشي معلم، انا رح انزل وشوف شو في. لا، في مداهمة.
بسرعة بسرعة، روحوا شغل السيارة. عبد الحي خلينا منتبهين، الزلمة رح يرجع. هذا بسببي أنا. رح نفوت لجوا، أكيد ما أجى لهون على الفاضي. شو هالريحة؟ ريحة غريبة. يا مخدرات يا سلاح.
خبروا الأمن عبد الحي. ماشي معلم. شوفوا هالناس شو لازمهم وجيبوا لهم. جيبوا لهم أكل. محمود اتصل بأمي قال لها أنه عنا ضيف. معلم في عنا مشكلة، يا ريت تجي. معلم نحكى كتير انه في بيناتنا خاين، دورت عليه وطلع هاد. انا بعتذر يا عبد الحي، شكيت فيك على الفاضي. ليش هالخاين عمل هيك؟ ولحساب مين كان عم يتجسس؟ يلي بيخون رفقاته، ويلي بيخون معلمه، ويلي بيخون مبادئه، أكيد رح يخون وطنه. ولازم يكون عبرة للكل. ايش يا تامر؟ ما في شيء لك يا. شو الشيء السيء اللي عملناه معك؟ ما ارتكبتوا اي غلط معي، وانا كمان ما غلطت معكم. انا عملت واجبي. انت فجرت لي مكتبي وبتقلي انك ما عملت شيء بيأذي؟ بس ما مات حدا منكن. وانت كمان يمكن ما تموت. بس في شي لازم اعرفه. انت لحالك ولا في حدا معك؟ خلي الخاين يحكي معلم، اتركه يتعاقب بالموت.